حرائق الصيف لن تكون أسوأ من برد الشتاء وظلمته على أوروبا. تعلم القارة ما ينتظرها وتتحضر للسيناريو الأسوأ بحسب المفوضية الأوروبية. وتعلم كذلك أن استئناف ضخ الغاز لا يعني استمراره ولا يضمن النوايا الروسية. سيناريو المباغتة مطروح ومتوقع في أي وقت، والخيوط أقصد الأنابيب بيد موسكو، وهي تلعب منذ بداية الحرب الأوكرانية بصنبور خط الإدمان الأوروبي نورد ستريم 1، وأعراض الانسحاب ليست سهلة. ما الأفضل إذن من الغاز ليكون خيار بوتين لكسب المعركة الاقتصادية؟ ولماذا لم يختر النفط؟ بقدر ما يعد الغاز الروسي أكسجين أوروبا أساس دفئها وكهربائها، فإن تأثيره روسياً على دخل الخزينة أقل وطأة 10% مقابل حصة النفط 30%. بمعنى يمكن لموسكو تحمل خسارة صادرات $40 مليار للغاز، لكن كفة النفط بالتأكيد لن ترجح لها بعد الحظر الأوروبي. ولنأخذ شهر مايو كمثال. شهر واحد جنت موسكو خلاله $20 مليار من مبيعات نفطها لجيرانها الغربيين. لكن في الوقت الذي تدق الدول الأوروبية أبواب العالم لتعويض الغاز، كسبت موسكو معركة الوقت وأوجدت منافذ أخرى للنفط في سوق أكثر تنافسية، دول أفريقيا، آسيا والمنطقة، وذلك للتخفيف من أثر أزمتها المؤجلة للنفط بحلول نهاية العام. لا تملك أوروبا ذات الرفاهية إن صح التعبير، فما الذي سيكبح فاتورة الكهرباء المرتفعة ونقص أو ربما انعدام الغاز شتاء؟ الإجابة الروسية خلف صيانة الأنابيب طبعاً رفع العقوبات.